اهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد على صفحة اليوم السابع. طبعا احنا معاكم مستمرين في تغطية اهم الظواهر الفلكية اللي بتزين السماء زي ما عودناكم. لما بيكون في ظاهرة سواء شهب او اقترانات او القمر او ظاهرة متعلقة بالقمر بنطلع معاكم عشان نعرفكم على كل التفاصيل الخاصة بالظاهرة. طبعا احنا النهاردة على موعد مع واحدة طبعا من اجمل الظواهر الفلكية. الظاهرة اللي هنتكلم مع حضراتكم عليها هي عبارة عن اصطفاف خمس كواكب، طبعا في مشهد بديع هيزين سماء مصر والوطن العربي. الكواكب هي الزهرة، كوكب الزهرة وكوكب زحل وكوكب المشتري وكوكب نبتون وكوكب أورانوس. طبعا احنا بنحاول نزوم طبعا مع حضراتكم في الصور هنا، ده اللي موجود طبعا، ده واحد من الكواكب، واللي اقرب لينا طبعا هو كوكب اللي ظاهر في الصوره مع حضراتكم، ده هو كوكب المشتري طبعا، وجنبه طبعا على طول بنشوف كوكب الزهره بالاسفل كده اكثر لمعانا. الزهره والمشتري هما يعتبروا يعني اكثر كوكبين اكثر سطوعا في الفتره دي. طبعا الخمس كواكب دول اللي في الصورة أمام حضراتكم، يعني اللي قدامنا ده المشتري، هنلاقي طبعا تحتيه على طول كده كوكب زحل، بس طبعا يعني الصورة مش واضحة لأن وجود سحب في الجو طبعا تأثر بشكل كبير على الرؤية. هنلاقي كوكب برضو عطارد موجود في الصورة هنا مع حضراتكم، وهنلاقي برضو نشوف كوكب الزهرة والمشتري اللي هيكونوا اكثر سطوعا، وفي نفس الوقت هيكون موجود طبعا معانا في الصوره كوكب زحل. ده حدث الخاص باصطفاف خمس كواكب في مشهد النهارده بيزين سماء مصر والوطن العربي. طبعا هذا المشهد اللي امام حضراتكم في الصوره، طبعا يعني مش شرط ان احنا نشوف الخمس كواكب في نفس الوقت، لكن ممكن طبعا يعني حسب الاجواء اللي بيتم الرصد فيها ممكن يظهر لنا كوكب او اخر، يعني والاكثر والاغلب هيظهر كوكبين هما المشتري وكوكب الزهره اللي هيكونوا طبعا اكثر سطوعا ويعتبر من المع النجوم في الفتره دي، وهيمكن رصدهم طبعا بسهوله بالعين المجرده زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. طبعا اصطفاف الخمس كواكب دول يعني مش هيكون الليله فقط، ولكن هيكون طبعا في الفتره من 28 ديسمبر اللي هو النهارده لحد 3 يناير 2022. الرصد بيبدا معانا طبعا من النهارده، هيكون الزهره وعطارد في اقرب نقطه في السماء لبعض، وطبعا بيكون الرصد يعني عشان نشوف الكواكب بشكل ملحوظ لازم ان يكون الرصد من بعيدا عن اضواء المدن وفي مكان خالي طبعا من الغيوم وتكون السحب عشان نقدر طبعا نحدد اماكن الكواكب بشكل ملحوظ في السماء. الاصطفاف ده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم مش هيكون النهارده بس، ولكن هيكون مستمر للايام القادمه حتى بدايه السنه الجديده لحد يوم 3 يناير. احنا طبعا بنحاول ان نوضح لكم اكتر في الصوره شكل الكواكب في السماء في الوقت في اللحظه اللي بنتكلم حضراتكم فيها، ولكن طبعا نتيجة طبعا السحب الكثيفة في السماء طبعا بتأثر على رؤية الكواكب بشكل ملحوظ. طبعا يعني خبراء الفلك قالوا ان طوال شهر ديسمبر كان المشتري شكل المشتري وزحل والزهرة كانوا في مشهد رائع، لكن طبعا في الاسبوع الاخير من هذا العام قد يكون الفرصة طبعا دي تعتبر الفرصة الاخيرة لمشاهدتهم، خاصة وان هيتم اصطفاف الكواكب في السماء. طبعا يعني زي ما قلنا لحضراتكم احنا كتير سمعنا عن المذنب ليوناردو في الفترة الأخيرة، ده برضو في هذه الليالي برضو من الممكن طبعا رصد المذنب ليوناردو اللي هو ألمع مذنب يعتبر في 2021، هيكون أقصى يسار كوكب زحل، ده لو عرفنا يعني ظهر زحل في الصورة وعرفنا نحدد مكانه. ده طبعا احد الكواكب في الاصطفاف،
وده كوكب آخر طبعا أكثر لمعانا. الخمس كواكب اللي بنتكلم عليهم يعني اللي ممكن يتم رصدهم بشكل ملحوظ في سماء مصر والوطن العربي هم كواكب يعني زي ما قلنا حضراتكم كوكب الزهرة وزحل والمشتري ونبتون وأورموس، ده هيكون على التوالي، وممكن طبعا إضافة إلى كوكب عطارد اللي ممكن يظهر معانا أيضا في الصورة. طبعا يعني بنذكر حضراتكم ان هذا الاصطفاف يعتبر واحده من اجمل الظواهر الفلكيه اللي ممكن نرصدها في السماء، ويعتبر يعني اخر الظواهر الفلكيه اللي ممكن نرصدها في سماء المساء خلال الليالي المتبقيه من الشتاء. عشان نرصد طبعا اصطفاف الكواكب بشكل ملحوظ لازم ان احنا نكون طبعا في اماكن بعيده عن اضواء المدن، وايضا لازم نكون طبعا من مكان الرصد بيكون طبعا ناخد في اعتبارنا الاجواء وناخد في اعتبارنا طبعا الغيوم والسحب اللي موجوده في الجو عشان نرصد بشكل ملحوظ الكواكب اللي هتظهر في مشهد النهارده بيزين سماء المساء طوال الليل وخلال الايام المقبله. المشهد اللي بنكلم حضراتكم عليه ده مش هيكون بس النهارده ولكن هيبقى مستمر معانا طبعا اصطفاف الكواكب خلال الايام اللي جايه، يعني بدايه من النهارده ان شاء الله 28 ديسمبر، وهيستمر معانا خلال 3 حتى يوم 3 يناير 2022. وزي ما قلنا لحضراتكم طبعا ان يفضل طبعا عشان نرصد الكواكب بشكل ملحوظ ان احنا نكون بعيدا عن اضواء المدن، ويكون مكان الرصد من مكان مظلم تماما، ونراعي طبعا الاجواء والظواهر الجويه اللي موجوده في هذه الفتره، وطبعا السحب اللي هتكون موجوده اللي قد تؤثر على رؤيه هذه الكواكب. هنشوف طبعا في الاصطفاف ده ان هيكون طبعا الزهره والمشتري هيكونوا هم اكثر سطوعا في السماء. زحل وعطارد ايضا هيكونوا في نطاق الرؤيه بالعين المجرده، لكن طبعا لو عايزين نشوف كوكب نبتون واورانوس لازم نحتاج في هذه الحاله لمنظار او تلسكوب طبعا عشان نتمكن من مشاهدتهم ورؤية تفاصيل هذه الكواكب. طبعا يعني عشان نشوف ايضا نبتون وأورانوس لازم يعني ننتظر حتى الظلام التام، وطبعا الاستعانة بالتطبيقات طبعا اللي بيتم من خلالها رصد الكواكب. هيكون طبعا أورانوس طبعا زي ما حدد خبراء الفلك هيكون طبعا في الأفق الجنوب الشرقي في وقت مبكر من المساء. نبتون هيكون أقل ارتفاعا ولكن هيظهروا طبعا من خلال تلسكوبات المجهزة اللي هتساعد على رصدهم، خاصة أنهم يكونوا خافتين وأبعد إذا قارناهم طبعا بكوكبي الزهرة والمشتري اللي هيكونوا أكثر سطوعا في سماء المساء. طبعا انا هوري لحضراتكم يعني صوره كده تقريبيه لشكل الكواكب لو شكل الكواكب في السماء لو يعني تمكنا من رؤيتهم. هيكون طبعا الكواكب بالشكل اللي في الصوره ده زي ما حضراتكم شايفين لو تمكنا من رصدهم. طبعا الكواكب هيكونوا في الصوره زي ما حضراتكم شايفين، المشتري فوق خالص كده هيكون اكثر سطوعا، وتحتيه كوكب زحل هيكون اقل سطوعا، وطبعا هنلاقي طبعا الزهره اكثر سطوعا وبجواره كوكب عطارد. يعني لما نبص في السماء ان شاء الله طوال بدايه من النهارده وخلال الليالي اللي جايه نركز طبعا على الخريطه اللي قدامنا دي وعشان نقدر نحدد من خلالها أماكن الكواكب ونعرفهم بالتفصيل ونقدر نفرق بينهم مين المشتري ومين زحل ومين الزهرة ومين عطارد. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة اللي بوضحها لحضراتكم دي صورة تقريبية طبعا لشكل اصطفاف الكواكب في هذه الليالي، ولكن طبعا يعني عشان نشوف المشهد ده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم لازم ان احنا نكون بعيدين تماما عن أضواء المدن، وطبعا نراعي طبعا ان احنا يكون مكان الرصد في مكان مظلم تماما، ويكون طبعا نراعي الظروف الجويه اللي ممكن تاثر يعني على رصد هذه الكواكب خاصه خلال الليالي اللي جايه اللي متوقع فيها يكون في حالات
عدم استقرار في الأحوال الجوية. احنا مع حضراتكم هنا طبعا بنحاول نشوف نرصد مع حضراتكم الكواكب في السماء، ولكن طبعا شايفين طبعا الغيوم والسحب اللي موجودة طبعا أثرت بشكل كبير على هذا المشهد، ولكن متوقع بقى طوال الليل ومع منتصف الليل ان هم يظهروا بصورة اكثر سطوعا، وخلال طبعا الليالي القادمة هتكون المشهد اكثر سطوعا مع يعني بعد منتصف الليل ان شاء الله. شايفين طبعا يعني ايه بعد ما السحابه طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الصوره بتتحرك بيظهر معانا الكواكب زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. طبعا المشهد اللي بنكلم حضراتكم عليه دلوقتي ده هيكون يعني خلال الليالي القادمة ان شاء الله، يعني شوفين احد الكواكب طبعا مع تلاشي السحابة اللي موجودة بيبدأ يسطع في السماء. يعني المشهد اللي بنكلم حضراتكم عليه ده مش هيكون النهاردة بس، ولكن هيكون اصطفاف الكواكب دي هيكون خلال الايام اللي جاية ان شاء الله، حتى يوم 3 يناير إن شاء الله. أنا تاني هوري لحضراتكم المشهد زي ما هنرصده زي ما هندور عليه وزي ما هنرصده إن شاء الله خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القادمة. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره مع تلاشي طبعا السحابه اللي موجوده بقى يظهر احد الكواكب. هنشوف طبعا ان هيكون كوكبي المشترى وكوكب الزهره هم هيكونوا المع الكواكب اللي هتظهر معانا، وباقي الكواكب طبعا هيمكن طبعا من تتبع اماكنهم هنحاول ان احنا نرصدهم ايضا. هوريكم شكل الخريطه طبعا تاني اللي هيظهر فيها الكواكب، ده شكل الكواكب زي ما هيظهر في سماء المساء. هنشوف كوكب المشتري بهذا الشكل، وتحتيه كوكب زحل وكوكب الزهره اسفلهم، وكوكب عطارد بجوار كوكب الزهره. المشهد اللي بكلم حضراتكم عليه ده زي ما حضراتكم شايفين في الصوره هيكون بهذا الشكل، كوكب المشتري وكوكب الزهره هيكونوا المع كوكبين في سماء المساء. زحل هيكون ظاهر خافتا بشكل ما، عطارد هيكون ملحوظ ايضا، ولكن طبعا زي ما قلنا لحضراتكم يعني الرصد تماما لازم يكون مكان الرصد من مكان مظلم تماما بعيدا عن اضواء المدن، ولازم كمان نراعي طبعا الظروف الجويه يعني السحابه ما تكونش مغطيه طبعا بهذا الشكل. دي شكل الخريطه طبعا لو احنا حبينا نرصد الكواكب ان شاء الله، يعني ده شكل الكواكب زي ما قلنا لحضراتكم، وان شاء الله خلال الايام اللي جايه هنكون معاكم طبعا في متابعه رصد الكواكب ونعرف بشكل اكتر تفاصيل عنهم. بنشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم، وان شاء الله نسيبكم بقى تستمتعوا بهذا المشهد اذا كانت الظروف مناسبه والاجواء مناسبه عند حضراتكم لرؤيه هذا المشهد. بنشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم، وان شاء الله هنكون معاكم في تغطيات اكتر عن الظواهر الفلكية لكل عشاق السماء وعشاق والمهووسون طبعا وعشاق متابعة سماء الليل.